إذن مشاهدينا الكرام، نعود ونكمل معكم هذه التغطية المتواصلة منذ 7 أيام بلياليها حول ما يجري في غزة والتصعيد الإسرائيلي هناك والأراضي المحتلة. وأعيد أكرر الترحيب مرة أخرى بالدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وتنضم إلينا أيضا الآن من غزة حكمة المصري، الكاتبة الصحفية. أذهب لسيدة حكمة المصري أولا. سيدة حكمة، أهلا بك معنا في هذه التغطية. يعني قبل أن ندخل في تساؤلاتنا، نتساءل عن النور الذي لديك الآن، مصدر هذه الكهرباء في ظل انقطاعات الكهرباء في القطاع. أسعد الله صباحك أستاذ رعد وجميع السادة المشاهدين. يعني هو مصدر الكهرباء المتواجد لدي هو منطقة شمسية، هي لوحات تقنية حديثة يتم استخدامها من قبل بعض المواطنين في قطاع غزة كاستبدال للطاقة العادية أو الكهرباء العادية التي تم قطعها منذ عام 2006 حتى اللحظة. ولكن هذه الطاقة لا تستمر طوال الوقت، وإنما تقريبا حوالي 4 ساعات. نعم. طيب سيدة حكمة، يعني لو تضعين قبل أن يعني نلج في موضوع التحليل، ضعينا في يعني الأجواء لديك في غزة الآن، القصف الذي يطال المناطق، هل هنالك من معلومات حول استعادة التيار الكهربائي، استعادة المياه، يعني التفاصيل اللوجستية للحياة الآدمية في غزة؟ فيما يتعلق بالطاقة بالكهرباء والمياه فهي منقطعة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باستمرار، يعني انقطاع تام. توفير المياه يعني يكون بكميات بسيطة جدا جدا، وهي للشرب فقط لا غير، ويتم توفيرها من خلال بعض المؤسسات وبعض البلديات لبعض المناطق وليس كل المناطق بعينها، نتيجة لاستهداف الجيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية من الشوارع، فبالتالي هذا أعاق وصول بعض السيارات التي تنقل المياه إلى هذه الأماكن بسبب القصف، وبالتالي بعض الأماكن يصلها الماء والبعض الآخر بقيت بدون استخدام المياه، ولذلك نزح أهليها أو المواطنين من تلك المناطق إلى مناطق الإيواء، وهي 92 مدرسة من مدارس الأنوروا، وتقريبا حتى هذه اللحظة حسب إحصائيات الأنوروا هناك 423 ألف نازح إلى هذه المنطقة. أما فيما يتعلق في موضوع القصف على قطاع غزة، فهو تقريبا كل دقيقة هناك قصف في منطقة معينة. أنا تقريبا أقطن في منطقة في شمال قطاع غزة تسمى بيت لاهيا، وكما تعلمون من وسائل الإعلام هناك يعني قام جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم أمس بإلقاء بعض يعني البطاقات المصورة للمنطقة للمطالبة أهالي المنطقة للنزوح إلى مناطق أكثر أمانا، ولكن بسبب عدم وجود مكان آمن بقينا في المنزل. يعني حوالي ربنا يخليك، تقريبا 110 ألف مواطن يقطن في منطقة بيت لاهيا منذ ساعات المساء حتى قبل دقائق من المقابلة، من هذه المقابلة هناك قصف في كل تقريبا دقيقة على المنطقة من طائرات F-16 والبوارج البحرية والقذائف التي تطلق من قبل الدبابات المحادية للحدود مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. الوضع كارثي للغاية، هناك منازل هدمت فوق ساكنيها الآمنين في بيوتهم والذين لا يستطيعون الوصول إلى أي أماكن آمنة. أنتم تعلمون أن قطاع غزة خالي بالمطلق من أي ملجأ يحفظ السكان من الأضرار التي ممكن أن تصيبه، وتحديدا بعدما رأى السكان والمدنيين أن هناك قصف أطال بعض المدارس من مدارس الأنوروا، يعني خشيوا أن يحدث ذلك مرارا وتكرارا وهم متواجدون في تلك المدارس التي لا تصلح أصلا للسكن بسبب أنها يعني تحتوي على مقاعد دراسية، وكما تعلمون ما هي يعني هيكلة وتركيبة المدارس، لذلك بقيوا في منازلهم. تقريبا 90% من المنطقة التي أسكن فيها بالإضافة إلى قطاع غزة هي منطقة لا يوجد فيها كهرباء بالمطلق، بعض الأغذية باتت يعني قليلة جدا وشحيحة بسبب يعني عدم مقدرة المزارعين المحادية أراضيهم
الحدود مع الجيش الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إلى أماكن يعني عملهم أو يعني المزارع، فبالتالي لا يوجد هناك يعني ما يكفي حاجة السكان من بعض الأغذية الغير متوفرة.